ما تسمحش لأي حد إنه يسوق عربيتك، أقصد حياتك. أنت ربان السفينة الوحيد وأنت المسؤول عنها. عاوز تسوقها؟ أنت حر. عاوز تسيب حد تاني يسوقها؟ برضو أنت حر، بس في الحالتين أنت المسؤول عنها. كل عظماء العالم اكتشفوا إن اللي غير حياتهم إنهم في لحظة قرروا إن هم يتحملوا مسؤولية حياتهم. كل قرار هياخدوه هيبقوا مسؤولين عنه. باختصار، ساقوا حياتهم وساقوها صح، ولو حتى ساقوها غلط فهم مبسوطين، لأن في الآخر دي حياتهم. كتير بنسيب الناس تختار لنا. بابا يختار لي الكلية اللي أدخلها، ماما في مرة تانية تختار لي العروسة اللي هتجوزها، مرة تالتة كليتي تحدد لي هكمل حياتي إزاي، مرة رابعة أصحابي يقرروا نصيف فين السنة دي، ومرة خمسة ومرة سادسة ومرة سبعة ومرات كتير، لدرجة إني بقيت أستنى لحد ما شيخ يقول لي أدخل الحمام برجلي اليمين ولا الشمال، وأستنى كاهن يقول لي أنزل المظاهرة ولا لأ. لو حياتك ماشية بالشكل ده فعلا، فبجد أنت قدامك فرصة كبيرة إنك النهاردة تقرر إنك تسوق حياتك. في كل الحالات إحنا بناخد قرارات، سواء خدنا قرار أو ما خدناش، لأننا حتى لما ما بناخدش قرار بنكون من جوانا قررنا إننا ما ناخدش قرار. فما دام هي كده كده فيها قرارات، فليه ما ناخدش قرار بإننا نقود حياتنا؟ وزي ما دكتور إبراهيم الفية الله يرحمه دايما كان بيقول طالما كده كده عايش، طب ما تاخد قرار بإنك تعيش أفضل حياة ممكنة. المرة دي بشجعك وبشجع نفسي قوي إننا ناخد قرار في الحاجات اللي مستنية إننا ناخد فيها قرار، الحاجات المهمة قوي واللي ممكن تغير مصير حياتنا. وأتمنى شاركك وتشاركني بالحاجات اللي قدرت فعلا تاخد فيها قرار. وافتكر بعد 20 سنة من النهاردة هنندم على الحاجات اللي ما خدناش فيها قرار أكتر بكتير من الحاجات اللي خدنا فيها قرار. أشوفك على خير. افتكر ما ترميش حاجة في الشارع، لأنه بتاعنا كلنا.